هلا بابا، هلا بابا. السلام. تعال 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 بالدور. تعال حبيبي. السلام. هلا. شلونك؟ تمام؟ شنو قررت على السفرة؟ ما راح تسافر. لا أنا ولا أنت ولا ليها. وأختك تبي تسافر، روح بلا ردة إن شاء الله. هذا بدل لا تقول مشكورة وما قصرت إنها بتسفرنا أنا وياك والأهل. إيش فيك؟ لا تقعد تدعي عليها وهي ما سوت لك شيء. ما إحنا محتاجين منها شيء. يبقى إحنا كل سنة قاعد نسافر. عذاري أختك هذه تبي تخرب علينا حياتنا. كل سنة قاعد نسافر. أنت الظاهر مضيع. السنة عندك 36 شهر. إحنا صار لنا 3 سنين ما سافرنا. يبقى أنا كانت ظروفي تعبانة بذيك الفترة. بس أنا الحين أوعدك أي مكان تبين أنا أوديكم. أي مكان. اختار ديرة اللي تبينه. احنا كل مرة نتكلم نفس الكلام وكل مرة نفس العذر. اذا ما تبي تسافر كيفك مشكلتك، انا والياهل بنسافر معاها ويجيب الجوازات عشان نفيز. هذا اللي كنت خايف منه. انت قمتي تغاري نفسك مع اختك شروق. اختك من صارت غنية وانت تغيرتي علي وايد. كنتي تتمردين علي. حسافة عليك حذاري. شروق غفرت عليك وايد. محسن انا ما تمردت عليك، وانت تدري اني انا احبك وانت بعيالي. وشروق طول عمرها تلعب بالفلوس من ايام ريلها جاسم. شروق اختك ما كانت تلعب بالفلوس من سنتين بس. من توفى ريلها وهي كوشت على الفلوس، والله يعلم شلون كوشت على الفلوس. بس ما عاشت بحسره مثلي. جاسم الله يرحمه كان معيشها احلى عيشه، سفرات وروحات وردات والماسات وفلش كبرها وخدم وحشم. لانه كان الحب بيننا كان مثل الحاجز، ما في اي شيء يقدر يدش بيننا. بس الحين كل شيء تغير. وما زال الحب موجود يا محسن، ما تغير شيء. وشروق ما هي مشكلة اللي عندك. الحب؟ ما اعتقد ان الحب موجود. لو الحب موجود كان ما كلمتيني كذي ولا بهالصوت. هالصوت هذا مو صوت عذاري زوجتي. هالصوت اشبه بصوت اختك شروق. صوت ما اعرفه. صوت وحدة غريبة. حسافة عليك هذاني، جد حسافة. أنا فهمت. هلا، هاي رئيس. تفضل. إن شاء الله بلغوا حاطن لما يرجع إن شاء الله. يلا السلام. عليكم السلام يا ابوي شاب. حلوه بخير. ها استاذي طمنا، شو الاخبار؟ تطمن اخوي شاب، احنا بس ناطرين تحديد الجلسه. استاذ مبارك، احنا املنا بالله ثم فيك. مشكور اخوي شاب، على العموم لا تيأس وبلغ اخوك ناصر. احنا بس ناطرين تحديد الجلسه وان شاء الله خير. الا قول لي الوالده شلونها؟ ان شاء الله تحسنت. والله استاذ مبارك ما ادري ايش اقول لك. الوالده صحتها في النازل. واحنا قاعد نراجع المستشفيات. الله كريم، اهم شيء لا تيأسون، مستشفياتنا ودكاترتنا ترى فيهم الخير. والله احنا الدكاتره طمنونا. تدري مستشفياتنا حديثه. بس المهم الحين عندي، وين وصلنا لحق القضيه؟ احنا ان شاء الله وصلنا للنهايه، ان شاء الله حقكم تاخذونه. عشان كذي يا استاذ مبارك، احنا قلنا يمكن نربح القضيه ونصرف على تكاليف علاج الوالده. ان شاء الله. الله كريم، بس لا تشيل هم انت، ان شاء الله وان شاء الله بتكسبون القضيه. يلا انا استاذن الحين. حياك الله. فما الله. مع السلامه. هلا عذاري. هلا يمه. شلونك؟ شفيك؟ لا شروق بداره. الصاير؟ ايش في محسن بعد؟ هذا ايش اللي قلب حاله كذي؟ ما يبي يسافر كيف لا يسافر؟ ما علي يا يمه، ما علي. ما علي. لا تزعلين. تطميني يا حبيبتي. كل شيء بينحل ان شاء الله. يلا حبيبتي. مع السلامة. تعالي شوفي ريل اختك اللي مانع اختك انها تسافر معانا. شلون؟ خير صاير؟ عذاري توها سادة التليفون.
تقول ان محسن مانعها من السفر، لا وبعد خاش الجوازات عنها. من صدق هذا؟ خاش الجوازات؟ ايش حقه خاش الجوازات؟ ما يبيها تسافر معانا. شوفي انا هالمحسن وهي الفقر هذا بتحاشا، بس هو اللي يحدني بمسح فيه الارض الحين. حين شروق وين رايحه يا يمه؟ وين يا يمه بنص الليل؟ يا ربي يا رب انك تهديه وتفكنا من شره. ان شاء الله يجيلك ولد الحلال اللي ياخذك وما تحتاجين لا واسطه ولا وظيفه. كريم قريب، انا حاس قريب بيجيلك ولد الحلال. تسلمين يا بنت خالتي، اكيد راح تعجبني دام على ذوقك. بنت خالتي مو ناقصك شيء، ما تبين شيء؟ خشبة. اللي تبي انت بالضبط تحجر، ما تبي تشوف احد؟ انت على بالك تستفرد فيها؟ على بالك هي بروحها؟ علامتك انت ماخذتنا بالصيحه بنص الليل، ايش فيك؟ ايش في اختك هذه؟ سالفتك؟ شروق بس هدي شوي. انت سكتي. انت اللي ايش فيك؟ علامك على البنت كلها كاسر خاطرها وبس. البنيه هذه تتكلمين عنها مرتي يا شروق، ولو سمحتي مالك شغل فينا وخلينا نعيش بهدوء لو سمحتي. مرتك؟ يعني ما شريتها بفلوسك؟ اسمع، انت اذا على بالك هي بروحها مورها ريايل، انا عن 100 ريال، سمعت ولا عين مره ثانيه؟ شروق ما له داعي هالكلام. تي سكتي. ضعفك هو اللي قوى علينا. اسمع محسن، انا باخذ عذار واليهال وبسافر. عاجبك تسافر معانا؟ حياك الله، ما تبي كيفك ويكون افضل. والحين من غير نجره وصراخ، عطني الجوازات. سمعت. شفتي الباب اللي جيتي منه؟ تفضلي طلعي برا لا اشيلك من قمه راسك احفك برا. يلا برا عاد، يلا برا. اسمع، خطوه واحده وتشوف شيء ما يتسرق. عطني جوازات اليهال. سمعت؟ بس ما له داعي هالكلام، بس خلاص عندنا جيران يسمعونا، ما نبي نجري نص الليل. اقول لك سكتي انتي. اسمع محسن، تعطيني الجوازات الحين او من غير نجره وصراخ، سمعت؟ عطني الجوازات. عاجبك عذاري؟ عاجبك كلام اختك شروق؟ عاجبك اللي قاعد يصير؟ عذاري ما لها شغل، كلمني انا اللي قاعده اتحكى معك مو عذاري. انت حسبالك جاي هني تصرخين وتزفيني بخاف منك ولا شنو؟ سالفتك انت؟ لا وانت صاج، انا جايه اخذ عذاري واليهال. اسمعي محسن، إن ما أعطيت الجوازات الحين ما راح تشوف عذارى واليهال طول ما أنا راسي شم الهواء. شنو شنو شنو؟ أنت إيش قاعد تقولي؟ أنت أكيد ينيتي ها؟ اللي سمعته يا محسن، إن ما أعطيت الجوازات اليهال وعذاري صدقني ما تشوف عذارى ولا اليهال طول ما أنا راسي شم الهواء. هاي يمه، لا يكون تهاوشتي معاه. تهاوشت؟ إلا مسحت بكرامته الأرض، خليته بيزة ما يسوى. يا يمه ما يصير كذي، اللي سويتيه هذا ما ينفع أختك يضرها. سكتي يمه ولي عافيك، ترى أنا ميتة من قهر، فيني حرة. أقول يمكن يتسنى، يمكن يصير ريال، يمكن بس ماكو فايدة، يبي له زف.
يا حبيبتي هالكلام ما يصير، هذا مهما كان ابو عيالها. يما سكتي ولي عافيك، هذا حافه ومنتف وما عنده ويسوي كذي. هذا لو عنده خير ولا عنده حلال ولا عنده فلوس كان سوى فينا. بس يا يما عذاري طول عمرها راضيه بعيشتها وقانعه وسعيده معاه، ولا تنسين ان عندهم عيال. لا يما لا، هذا وهم، ما في شيء اسمه قناعه ورضا، هذه قله حيله وضعف وعجز. لا يا حبيبتي، مو كل الحريم مثل بعض، اكو حريم ما يبيعون ريايلهم بكنوز الدنيا، واختك منهم. عاد ما شفتي عذاري، لو شايفه عذاري كان ما قلتي هالكلام. ليش؟ عذاري سوت؟ ماكو مغرانه بينك وبين عذاري. عذاري احسن منك بوايد، على الاقل هي مو ملوثه مثلك بمال حرام. أنا هالكلام ما يمشي علي. أنت مو خايف من فلوسي الحرام والملوثة على قولتك، أنت خايف حياتها تصير منظرة وتشوف عذاري من خلالها الفقر والحرمان اللي هي عايشة فيه. لا تقولين حياة فقر، أنا بحياتي ما قصرت لا على عيالي ولا على عذاري، وكاي قدامي تسليها، وإحنا مو بحاجتك أصلاً يا شروق. ذمتك؟ بذمتك عاد؟ كاي قدامي تسليها، سليها إذا في مرة طلبت شغلة مني ما جبت لها إياها، كاي سليها قدامك. صج عذاري؟ صج أنت مو قاصرة شيء، ولا أنت محتاجة شيء من أختك شروق. أقول عذاري حبيبتي، ما ودك تروحين فرنسا؟ تركبين لموزين يبطل بابها سايق، الروح أحلى الأجنحة في الفنادق، الروح أفخم المطاعم تستانسين أنتي واليهال، الروح دور الأزياء تشترين كل اللي بخاطرك، ملابس أجناد عطورات كل شيء، تغيرين جو أنتي واليهال، وإذا مو عاجبك أنا ما أجبرك. ولا تقولين أختي ضغطت علي، أنتي حرة كيفك. إيش قلتي؟ محسن تكفى، عطنا الجوازات، زين ليهال ما لهم ذنب، خلي يروحون يستانسون. والحين تسمح تجيب جوازات عذاري وليهال؟ على فكرة إذا تحب تروح معانا حياك، العرض للحين ساري، بالتالي أنت زوج أختي الحبيبة. صدق غبي وي فقر. أفا عليك يا عذاري، ما هقيت إنها تسوي كذي. الله يستر. عذاري تغيرت يا يما، أول مرة تقدر توقف وتواجه نفسها وبقوة. أنتي تعتبرين وقوفها قدام رجيلها وضعفها قدام المغريات قوة؟ لا يا حبيبتي، اللي سويته عذاري إنها لغت عقلها قدام مغريات تافهة، واللي يلغي عقله إنسان ضعيف، والإنسان الضعيف ما يقدر يواجه الحياة بشكل صحيح. اللي سويتها يما عذاري أين الصواب؟ أول مرة تقدر توقف وتواجه مصيرها وقوة. لا يا حبيبتي، أنتي قمتي تخلطين بين الأمور، اعتبرتي القوة ضعف والضعف قوة. أنا ما خلطت ولا خربطت. اللي ينقص عذاري وبعض الحريم انهم يواجهون مصيرهم وبشجاعة، بس هذا اللي ناقصهم. عد هذه وجهات نظر.
لعلمك ترى مو شروق اللي هزمتني، انت يا عناني، انت اللي هزمتيني. انا شنو سويت؟ انا كل اللي سويته هو نسي حالك، ابي اخليهم يطلعون ويسافرون ويستانسون حالهم حال عيال الناس. انا وافقت على هالسفره عشان اليهال مو عشاني. لو ريت على حجه غير هذه اعترفي انك منتي الاوليه. انتي عذار اللي انا حبيتها. انتي عذار اللي انا تزوجتها وعشت معاها. طيبه القنوعه اللي تسمع كلام رجلها. انا للحين عذاري مالت قبل ما تغيرت. مالت قبل؟ مالت قبل ما تدلني مثل ما دليتيني قدام شروق من سابق. مالت قبل تفهمني من غير ما ننطق. حساف عليك يا عذار، حساف. شروق راح تاخذك طريق وايد بعيد. للاسف انك ما راح تقدرين تردين منه مره ثانيه. حساف عليك. جد حساف. شلونك اليوم؟ الحمد لله ما اطلع في الشمس، بنفس اللون. نفس اللون؟ تدري اليوم انا شنو جايبت لك معه؟ ايش شنو جايبت لي؟ وجبه اطفال؟ لا مو وجبه اطفال. جبت لك معاي الدفتر اللي انت طلبته مني. مشكوره دكتوره، جزاك الله الف خير ان شاء الله. بس ما قلت لي شنو تبي بهالدفتر؟ ماكو بدرس قانون وفلسفه. دليل التليفونات هي هداك. مساعد مبين عليك حويط، وانا راح اتم وراك لين ما اسحب منك الكلام سحب. مسكين انا فقير مسكين، ابي رقم صديق قديم. فقير مسكين؟ طيب بعد اذنك انا ماشي. مع السلامه اذنك معاك. سكي الباب. لا تسكين خلاص مو شاب جاسم ما قلنا شيء، الولد حرام ناطر، روح لهم المدرسة. يبا خصائي قال لي لأبوك ما جاء حفصلنا. وهذا الولد اليوم غاب، الحين ايش رايك اجهز لك بريوق على ما تبدل هدومك؟ خلاص، قوم بدل هدومك عشان اوديك. مشكور والله خليك لي. يلا حبيبي انا زهلك ها؟ يلا. شوف تليفون. الو؟ ايه موجود. من؟ وحدة تبكي. لا، حق امك يا صبي. الو؟ هلا. هلا يبا شلونك؟ والله راحت علي نومة. تبيني الحين؟ إن شاء الله إن شاء الله نص ساعة أكون عندك. ثم الله ثم الله. وهذا البلوك جاهز. هاي يما وين أبوك؟ يما أبوي راح الغرفة يبي يلبس غطاء عقال، دقت علي وحدة. ومن هي هذه؟ يلا يلا يا جماعة أنا بروح الحين. أوه نسيت ألبس قحفيتي. حبيبي ما عليه، أنا باكر أوديك، ترى تأخر الوقت الحين الساعة 11 باكر إن شاء الله، لا تزعل. حبيبي أنت. وبعدين يعني تاليتها ما خلص من شروق وشركاتها هذه؟ بس سكت أنت على الربربة. أنا الربربة وأنا المشاكل صح؟ وهي الست الحسن والدلال. انطمي طمك الله سكتي. هي والله ثم الله باكر أوديك. ها تعالي ما تعالي. Thank you.
دق عليه بعد شوي. بعد شوي. الو الله بالخير شهاب جاسم معاي؟ لا لا مو شهاب، ناصر. من حضرتك؟ اي هلا ابو بدر، شلونك؟ يعافيك حياك الله. انا مساعد. مساعد؟ اي مساعد؟ مساعد ريل شروق الاولي. ايه ذكرتك. هلا والله، شخبارك انت؟ وين؟ شو الدنيا فيك؟ الحمد لله اشوى. انا بالمستشفى. بعدك المستشفى ما طلعت؟ بعدني ما طلعت، بس الحمد لله كل شيء تمام. اقول لك ابي اشوفك انت واخوك، ممكن ابيكم موضوع. تبينا نمرك المستشفى؟ لا لا لا، انا اجيكم، اقدر اطلع. انزين اخوي مساعد، ممكن اعرف شو الموضوع اللي تبينا فيه؟ اذا جيتك بتعرف كل شيء، لا تستعجل. عطني العنوان. دليته، اعرفه. عدل اعرفه انا. دليته؟ عيال بتمرنا اليوم عشان انطرك ما نطلع؟ لا مو اليوم. انا اذا طلعت ادق عليك واقول لك اني جايك. يلا الحين انا مشغول، مع السلامه. حياك الله، مع السلامه. من هذا مساعد اللي يبيع عنوان بيتنا؟ مساعد ريال شروق الاولي. مساعد هذا ايش ذكره فينا عقب السنين هذه؟ انزين ما قال لك ايش يبي فينا؟ لا ما قال لي، قال لي اذا جيت بقول لكم، بس الغريب انه يحاكيني عادي ولا كنا مريض مترقد مستشفى الطب النفسي. هذا صار له سنين بالمستشفى، انا اتوقع ان حالته تحسنت، بس اللي عرفه يا ناصر ان مساعد انقطعت علاقته عن شروق قبل لا يدخل السجن. انزين يمكن عرف هالشيء قبل لا يدش السجن وتنقطع علاقته بشروق. هو خليه وخلنا نشوف يمكن عنده شيء يفيدنا بالقضيه. اقول شاب، تعتقد مساعد هو اللي باقي الجنطه؟ يمكن اي ويمكن لا. والله ما ادري، خليه ونشوف موضوعه شنو. شوف خلوف، إذا سافرت في كم شغلة أبيك تهتم فيهم. أولاً تروح المخازن تسوي جرد، تشوف شنو البضاعة المطلوبة بالسوق والبضاعة اللي نايمة عندنا في المخازن اللي الطلب عليها نايم. بسيطة. وثانياً؟ ثانياً يا خلف أبيك تركز على موضوع التحصيل. في جمعيات عليها مبالغ وفي بعضهم صار شهرين أو ثلاث ما دفعوا لنا. أبيك تروح أنت بنفسك أو ما تعتمد على المندوبين. حاضر. وثالثاً؟ ثالثاً طال عمرك أبيك تجمع المبالغ تبع محلات الملابس، المطاعم، الكوفينت. ما أبي سيولة تضل كذي ولا تحطهم في التجوري، أول بأول في البنك. سمعت؟ أما رابعاً والأهم يا خلوف، موضوع حمد النجمي. أعتقد أنا وصيتك عدل، أبيك تهتم في حيل وتجيب لي كل المعلومات اللي طلبتها منك، صغيرة وكبيرة. على أمرك. والعيون شروق. وخامسا؟ لا مشكور. أزل خلوف، أنت قول لي الحين، مو بخاطرك شيء؟ ما ودك شيء يبين لك من فرنسا؟ سلامتك. أبيك تردين لي بسرعة، أنا ما أدري شلون بيطوف علي هالأسبوع من غيرك. يما منك ومن عيارتك كلش، يعني الحين ما تقدر. أزين خلوفتي، إيش رأيك أعطيك نصيحة قبل لا أسافر؟
وفري هذه حقك. اهتم بشغلك وركز بالمواضيع اللي قلت لك فيها، وتلاقي الأسبوع كذي مرت. والله لا الشغل ولا غير الشغل بينسيني التفكير فيك. ما تدرين ايش كثر راح اشتاق لك. وانا بعد بشتاق لك يا خلوف. هلا هلا باللي وصيتك عليه، ما بيك تنسى شيء. واذا صار شيء اتصل فيني. لا تحاتين، بس ممكن اوصلك المطار باكر. لا لا ما له داعي تتعب نفسك، اصلا سايق بيا خدمه، وبعدين زوج اختي معانا وهذا حنان ما ابي يعني يفكر بشيء ثاني. يلا خلينا اروح اخذ اغراضي. توصلين بالسلامه ان شاء الله. اساعدك؟ لا مشكور. ما اوصيك ها؟ لا لا تحاتي لا تحاتي. وناسي شيء؟ لا لا. تفضلي تفضلي تفضلي. وهذا العصير وصل حق اغلى ام بالدنيا. تفضلي يما. مشكور يا يما ما قصرت. بالعافيه يا الغاليه. تفضل اخوي شاب. تسلم. بالعافيه. الا ما قلت لي ناصر. توقع مساعدك بيقول لنا. والله ما ادري هو ما راح يجي. اكيد بنسمع ونشوف ايش يبي. يما لا تصدق احد يجي من طرف شروق. لا تحاتين يما. مساعد نعرفه عدل. يما الله يهداك لا تحاتين. مشاكل بطلت عيوننا، خلت عيوننا الكبر، عيالك ذيابه. يعني تطمني يما الحين. الحين ما حد يرقص علينا. اي يما. انا عارفه شو مربيه. عسى الله يخليكم لي. ويخليك يا الغالية. قولوا امين. امين يا رب العالمين. ما تشربون عصيري؟ لا نشرب. شربوا بالعافيه. هلا هلا. السلام عليكم. السلام. هلا هلا. عامل الوالد؟ لا بابا. انت سايق شركه شروق؟ لا. من انت؟ سايق ما محمد. يعني هذا من خالتي؟ ايه بابا. انت طلال؟ انت قول حق ماما سوي اتصل حق ماما عشان اعرف انا اجيب اغراض. انت عرفت تليفون رقم مال ماما؟ ايه اغراض؟ يلا مشكور مع السلامة. مع السلامة. إيهاب الدوري. يلا يا بابا تأخرنا على الطيارة. لا حبيبي تروحها وأنا بعدين راح عندي شغل حبيبي. أنت ما أنت مسافر معنا؟ لا بابا تروحها وبعدين أنا راح الحكم لأن عندي شغل. ليش؟ عندي شغل بابا. انت روحه وانا راح الحكم. زين يلا خذ بعدك الكاو. يلا حك. يلا روحه انا اخلص شغل ان شاء الله وياكم. يلا حبيبي دير بالك على روحك. انا بتصل فيك كل يوم تطمن عليك. هي اكيد راح تتصلين ومو مره 20 مره بعد، لان مو انت راح تدفعين فلوس شروق. قومي بقى قومي لا تطير طيارة وتروح عليك فرصة السفر حق باريس. روحي محسن انت تدري انا احبك. لا باريس ولا بس خلاص خلص وقت الحكي يا داني. ها روحي بقى يلا روحي لا تطير الطيارة عني. يلا روحي حق باريس. ما علي يا شروق ما عليه. إذا ما خليك تحاكين الأطواف ما كنت أنا محسن. يلا طال وليك نزل. ما شكلها. لا لا بدون. خليني. السلام عشر شفيك متكدر. سلامتك ما فيني شيء. غريبة راد مبكر اليوم مو من عوايدك. شفيك انت. انت اخرت اشتكيتي واذا رجعت مبكر قمت تطني زين. علميني ايش تبين. لا يكون متهاوش مع شروق او اكو زعل بينكم. لا يا يبا لا أنا زعلان لا أنا متهاوش. عيل شفيك متكدر. أوه شفيك أنتي.
انت ما تبيني ارد البيت مبكر؟ هذا انا رديت خلاص فكي لي عاد من هالسالفه. يا اي بس الله يهداك، من جيت ما بطلت حلجك ولا بكلمه. ايش تبيني اقول؟ ما عندي شيء اقوله. اقوم ارقص؟ ايبب؟ لا تيبب ولا ترقص، انا قاعد اقول لك حاجني. اي قلت لك ما عندي شيء اقوله. ما عندك حكي كلش؟ خلص الحكي اللي تعرفه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا مره ايش فيك؟ انت ما كنتي حنانه كذي؟ ايش صار لك؟ ليش تغيرتي كذي؟ انت اللي تغيرتي خلف مو انا. خلف اللي كان لما يدش البيت بضحكه وسوالفه وغشمرته، الحين ما قاعد اشوف ولا شيء. صدقين عاد سوالفي كلها خلصت وما عندي شيء اقوله. خليني ارتاح احسن لك، سد بوزك. حاضر بسكت يا خلف على امرك. طلال بدا ياخذ امس دروس انجليزي ورياضيات. زين. مدرس الانجليزي يبي 100 دينار. خلاص خلاص باكر اعطيك. في شيء بعد؟ ايش فيك؟ عسى ما شرش اللي مكدرك. لا انت ما ينقعد معك. انا اروح غرفتي ابركلي. يا المشكلة ما ادري، احس انه ما ادري كذا بلوتي ما ادري ايش. لا لا ما عليك، اللي كاتبه ربك بيصير. انت انطر بس. مليت وانا انطر يا متن. والله مليت. عادي يا اخوي كل الناس انطرت. يلا يا اهل الفرج. اسمعني يا ناصر، ابيك تسأل المساعد استقبال زين، لان مساعد ما له ذنب اللي صار. ما ادري انت يمكن ضحيه من ضحايا الشروب مثلي ومثلك. فهمت علي؟ ايش دعوه يا شاب؟ الريال ما ضرنا بشيء، ليش ما استقبله زين؟ بس انا اقول لازم نكون حذرين منه، يعني نسمع من كلامه وما نتحكى اكثر. احنا خلنا بالاول نعرف ايش يبي فينا عقب هالمده هذه كلها، تالي يصير خير. بس انا اللي مستغرب منه شيء واحد بس، شلون يقدر يدش ويطلع بالمستشفى؟ مو يمكن. خليني اقوم اشوف. سلام. هلا. سلام ورحمة. حيا رميانة. حيا دارة البركة. تفضل تفضل حياك. ناصر ولا شهاب؟ يبا حياك، بالتالي اقول لك انا ناصر شهاب. تفضل تفضل حياك. ادش بن عالي؟ عادي بدش بن عالي. لقيتكم غير اول احنا. الحمد لله الحمد لله على كل حال، تفضل حياك. الله حيا هلا مساعد، شلونك؟ هلا فيك اخوي، هلا فيك. تفضل استريح تفضل، ليش واقف؟ حياك. انا ناصر وهذا اخوي العود شهاب. ما شاء الله، ما ادري انت تغيرتوا ولا انا اللي ذاكرتي خربانه. لا يا اخوي مساعد، احنا اللي تغيرنا. مبين تغيير ما شاء الله من عقب بيت العود. كبير قصر كان، الحين يعني سامحوني بس شقة حكر بالنسبه لكم. شو نسوي يا اخوي مساعد؟ الزمن ما يخلي الواحد بحاله. وليش نظلم الزمن؟ ليش ما تقولون
الشروق هي اللي ظلمتكم. من كم يوم شفتها داشه بيتكم العود القديم مستانسه فيه كأنها ماخذته بالاحتلال. لا تحاتي يا اخوي مساعد، راح ناخذه ونطردها منه بعد. وشلون بتاخذ حقك؟ اللي يروح ما يرد. منو قالك انه ما يرد؟ اكو قانون يعطي كل واحد حقه، المساله ما هي مساله فوضى. واذا القانون ما رد لكم حقكم بتسكتون وتخلون البواقه تستانس بفلوسكم؟ وانت ايش تبينا نسوي يعني الحين؟ في مثل اعرفه يقول ما يضيع حق وراه مطالب، اللي ما يسكت عن حقه ما يضيع. وش حق انت ساكت عن حقك؟ مو شروق هي اللي تسببت بضياع عقلك وهي اللي دخلتك السجن؟ ليش ساكت؟ ليش ما خذيت حقك؟ منو قالك ان انا ساكت؟ مو ساكت.